حضر الله يمسيكم بالخير يا جماعه الخير. النور الدعوه كل ابوها يمكن ثلاث اسئله اربع اسئله. الموضوع عن وقف الام. ابي بس السؤال اللي بيجاوب على السؤال بيكون له سهمين، سهم له هو وسهم يهديه للي يبغى. طبعا مني انا هذه الوكاد طولها اعماركم. ابي اول شيء فضل الصدقه. من يجيب فضل الصدقه؟ تفضل يا شخبور. خله بخيت. لا والله عندك. والله انا لا عندك عندك اجل اجل انا بقول فضل واحد و اي واجد اذكر واحد او اثنين. كم اذكر؟ واحد او اثنين. اول شيء طول عمره تمنع موت السو، هذا اول شيء. وثاني شيء طول عمر تمد في العمر. وثالث شيء تبارك في المال والعيال. هذا اعطيتك كلامك جميل جدا. سهمين، سهم لك وسهم تهديه لمن يا ابو مسفر؟ سهم لي وسهم اهديه لبخيت. يستاهل يستاهل بما انه نافسني في الاجابه. يستاهل. طيب اللي يجيب لي ايه في القران عن الصدقه. معليش آية في القرآن عن الصدقة. ركان نفس البر. آية يا إبراهيم. آية من القرآن عن الصدقة. يا أبو هذال عمر إيش عندك؟ ولن تنالوا البر حتى تنفقوا. الله يسقيك. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا. صحيح. لك سهمين يا خالد. الله يسلمك. سهم لك وسهم تهديه لمن؟ لولدي مشعل. استاهل. يا سلام. طيب فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة. من يجيبه؟ من يجيبه حديث؟ هنا إبراهيم. إبراهيم رافع يده. إبراهيم تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم الصدقة. اللهم صل وسلم عليه. طبعا هذه فقط خلصت لسهم والفايزين. لسهم حقت إبراهيم ها؟ خلصت أنا وياه متخاشرين فيها لسهم. لا لا صح الاسهم حقت صدق زين. الاسهم صدق الاسهم وساهم لك وساهم تهديه. ساهم لي وساهم اهديه لابو لافي. استاهل 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 استاهل. يا اخي يا حرجان يا ابن الحلال ما هديك ساهم عشان تستضيف ابن العريس. طيب يا جماعه الخير يا جماعه الخير ابي اقول شيء. ما بس ما اقول حاجه بقلب السؤال هذا لشيء. ابي موقف ابي موقف او موقف يعني عن فضل الصدقه. اللي يعرف موقف انه بعد الله ثم فضل الصدقه. انا عندي موقف بقول. تفضل ابو مهنا. هذا واحد يا طويل العمر تاجر ويملك من الخير ما اعطاه ربي، وفتره من الفترات مرض وجاه الخبيث الله يكفينا شر، وما خلى ديره ما تعالج فيها، ما خلى مكان ما تعالج فيه، قالوا ما عاد في حل ولا لك حل، ويتوكل على الله ويروح. وخذ له فترة ويشور عليه واحد بصدقه، قال له تصدق كل ما عينت لك حد محتاج تصدق، سقيا الطعام والماء وغيره من الدراهم. سقيا الماء. الله الله سقيا الطعام سقيا الماء. المهم ويأخذ له فترة وهو يتصدق، إلين بعد فترة رد قال أنا بتعالج، لازم أشوف لي طريقة أتعالج فيها ولا اروح اصرف الدواء اللي كان يهدي الالم. رد المستشفى نفسه ويوم فحص وشيكوا عليه انصدم الدكتور، قال له انت تعالجت؟ لكن وين تعالجت؟ قال له انا ما تعالجت. لا ايش سويت؟ قال ما سويت شيء، ما غير اتصدق. قال ابشرك الخبيث اللي كان فيك ما عاد خبيث. الله اكبر. طبعا وهذه المعلومه هذا من فضل الصدقه. طبعا فيه وقف الام بجمعية البر. مخ وربع مهنا ولده. خلع خلع. انا خفت يضربني انا يا عيال. القطو داخل له يفارق فيها يا الربع. مجلس فيه ذا القطو. انا ما تعال استرح هنا استرح يا الربع. انا ما ودي اطول لكن فيها جمعية البر الخيرية في ظلم التابعة. خلصت خلصت الطاب. ما في عليها سهم؟ أنا أقول الأسهم صح. الأسهم تهديها لمن يا أبو مهند؟ أكيد أبو مهند. الأسهم واحد المهند وواحد الفهاد. يستاهل. شكرا. يستاهل. الله يكثر خيرك يا بخيت. طيب بقولكم كل وقف الأم تابع لجمعية البر الخيرية في ظل
وفي مكه المكرمه يا اطهر بقاع الارض، والصدقه فيه باذن الله انها مضاعفه. ابي رساله فقط اخر شيء، رساله للي تشوفه يعني مثل ما تقول عاصي الوالدين لامه وابوه. من نبدا من هنا رساله مختصره. اسلم في قصيده عطاري له عند ركان ما سمعناها كلنا، نبي سمعناها. اي والله جبتها. هلا والله على هالشيء. لكن اسمحوا لي من الحين دحها، خلوها فيما بعد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله أبد. لكم وجهي نسمعكم ان شاء الله. ابد. من ابدا من عندك، انا والله اني طلبتها منه ترى على فكره، كلمته وكنت ابيه في اني اكلمه انا وياه وسوالف ودردشه، لكن الظاهر انه لا والله لا لا انت ولا ابو هذال. لكن ماني طيب تكلم بخيت حافظ. رساله للي عاصي والدين، اللي عاصي والدي هذا واحد ما فيه خير، وش بتقول شو نصيحتك له؟ نصيحتي له ما يحتاج درب الخير يدل، الجنه تحت اقدام الامهات. فهد هني من والله تصدق هذا الاجر بيلقاها قدامه. الرساله للي عاصن والديه، اللي عاصن والديه الله يهديه يا رب يرجع للصواب. اللهم طيب. احمد رساله لا خله يمشي الدور بعدين. طيب عندك يا سلطان. والله اذا بدك تتكلم عن عاصي الوالدين تنصحه نصيحه. انا باذكر موقف صار قدامي. مره طالعين من المجمع انا وهلي، فكنت وقتها تعبان ما قدرت اسوق، فاخذت سياره الاجره توصل وتجيب. فجلسين انا وهلي في تعرف الجلسات ذي الخارج المجمع، فشفت ولد عمره تقريبا 18 سنه 17 سنه جالس مع واحده مره كبيره في العمر. شوي اعتلى الصوت شوي الا شوف ضرب. اي والله يا شيخ بوط انا ما تحملت الموقف، على طول انطلقت له سحبت لها وطلعت امه. عشان ايش؟ ما اشترت لي الشيء اللي ابغاه. انا لا شعوريا طبعا، تعرف الواحد وقت الغضب وشاف موقف زي كذا وتشوفها مثل امك هنا ما تقدر ما في مشاعر اصلا، مشاعر تروح. والله اني سحبته وشلت شيل، كويس انه كانوا فيها الشرطه موجودين واقفين عند الباب. نصيحتك له؟ والله اقول امك ما قالها الشاعر محمد بن عمره ايش قال؟ امك ما غير امك، وطن يا ابن الاجواد فرصه حياتك ضمها واغتنمها، في حضنها رحمه وقصه وميلاد، ما يكفي الجنه مواطي قدمها، عيونها تسهر معك جرح وسهاد، حرام تاخذ نومها وتحرمها، لو يغلى لو يزعل اغلى المواليف وشعاد، والله ما يسوون مواطي قدمها. انا شخبوط سم نصيحتك. الله يا ولد اللي يعصي والدي هذا رخمه، والرخمة ماني بحبه، وأوجه له رسالة. والله صدق. والله صادق. لا بس يعني نصيحة. نصيحة أقول الله يهدي ولا. أقول أما أن الله يهدي إن شاء الله ولا يأخذ عمره. ما تنفع مع نصيحة. عز الله. أيوه. أنا كان ودي معك بلقاء طويل لكن ما. أبشر بالعوض. ما سمعت أبو إبراهيم. والله نصيحتي للعاق بوالديه اول شيء عسى الله يهديه ويصلحه. الشيء الثاني يعني كلنا كل ابونا هنا مقصرين اعتقد بحق والدينا من ناحيه البر، يعني اذا ما بالك اذا الله سبحانه وتعالى قال في الايه القرانيه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، شوف حرفين بس هذا ما يصلح تقوله. ومن الاداب ايضا في بر الوالدين انك لا جيت تكلم امك ما تناظر فعينها، لا تناظر تحت من باب الاحترام لها، وكذلك ما الواحد ما يرفع صوته مع امه. بس هذا اللي فهد. والله نصيحتي اقول اسال الله ان يهديه ويدله طريق الحق. و يوم تقول ماذا تقدم لها مهما سوينا ومهما فعلنا ما راح نوفي حق الامهات. فهذه فرصه وقف الام التابع لجمعيه ظلم. فرصه ان الواحد يتصدق لو بالشيء القليل. وبيلقاها قدامه. ان شاء الله. مهند. استاذ يلا حط الله عبد المجيد طول عمرك. يعني انا العاق بوالديه، العاق بوالديه ونصائح يعني بسيطه تكون مختصره. نقطه واحده بس، يمكن الشباب كلهم تكلم عن ذا الموضوع، بس في نقطه ثانيه اذا تحصل غالبا
اذا قد سمعت احد من اخوياك كلم امه بصوت مرتفع ولا بطريقه واضح ان فيها يعني يهاوشها ولا ينفخ عليها، الافضل انك تنصحه والمره اللي بعدها انك ما تمشي، لان اللي عاق فهاله ما في، اللي ما في خير لهاله ما في خير للناس. شكرا عبد المجيد. فيه كلمه واحده بقولها وسؤال ما ادري ان شاء الله اني صايب فيه او اني اجبته بطريقه زينه. وش تعني لك الام يا عبد الرحمن؟ ايش تعني؟ تعي تعبر عنها وكذا. سؤال مناسب للشخص المناسب. انت العيد. لا صح ما له تعني لك يعني. صمت 10 ثواني ترى صمت هذا بحد ذاته، هذا صمت بحد ذاته اجابه ترى. ايه. ولا انا والله ماني بدكتور في الجامعه، سؤالك ذا يبي لا عادي عادي لا مو تعليلك تعبير قال تعليلك. انا لو يجيني السؤال لو يجيني ايش تعليلك امك، يعني امي هي شوفي هي نفسي هي الحياه، بدونها ما اقدر اعيش. خبر الله يمذاكر يقول هي التي تقدر تجاوب. انا اقول يا ابو سؤالك مو بي جواب يوفي، يعني لا يوفي لا جواب ولا قصايد ولا شعر ولا حاسيس ولا استصغر الاجوبه قدامها. اي والله فيه الطيب اكرك الله يجعلني فدم وطيب صاحب على الله يطول عمرك. بما ان ابو هذا شاعر، اذا فيه قصيده حضرتك عن الام عن البر عن الصدقه عن شيء من هال تكلم فيها ابو هذا. اذكر اني جيت بكتب قصيده عن امي بس طلع معي بيتين. حاولت أبى أسوي قصيدة عن غلاك وزرة يتميز دقها من جلها، أنا ما بي فيها الحياة إلا أرضاك، أرضي تزين أمور وقتي كلها. سلام سلام صح صح تستاهل صح تستاهل. فهد العطوي تكفي عن ألف بيت أكلهم ولا حقوق الوالدين ما ادري ترى ابيك انا تكلمت سالت ممكن غيرت السؤال من عند عبد الرحمن ومن عند ذا. انت طال عمرك ابي تكلم عن وقف الام بتكلم عن البر الخيريه بالضبط بتكلم عن الام بشكل عام تكلم عن الام وفضل الصدقه بعد كل واحد فينا كل واحد فينا مر بمواقف صغيره عن الام ويتذكر الحين اتوقع انه بيبكي لان الام والله انها تتعب عليك أكل ما تأكله إلا لما تكون أنت على الصحن، تصحى الصباح بدري عشان تقومك للمدرسة، يعني تمر في ظروف لو تعبت أنت هي تتعب أكثر من تعبك. وأبغى كل واحد فيكم يتذكر موقف هو صغير عنه، كل واحد فيكم يتذكر الحين موقف هو صغير صار هو أمه والله غير يبكي والله، والأم فضلها كبير والله، لو أتكلم من هنا لبكرة والله ما هو فيها بحقها والله. ما حد وصلنا لمرحلة غير الأم، ترى ما حد وصلنا لمرحلة ودان البرنامج كاريزما غير أمنا والله العظيم، لولاها ما صرنا شيء. دعاء الأم دعاء الأم تراها يا الربع. أنا والله أنا أقول صادق، أنا مجرب، أنا داقل عليها بنفسي ومكلمها في أمور واجد صعبة علي صعبة، وكلمت فيها ناس إن أباها تنحل ولا انحلت، إني رافع عليها التليفون ومكلمها وطالبها دعوة، هي تدعينا من غير ما أطلبها، لكن سبحان الله بعد الدعاء بعد الله ثم دعاها ان الامور جت مثل شربت الماء. كلامك عن الصدقه هو وقف الام. لا وش بتكلم عن العاقب والديه، اقول والله ما تشوف خير لا بدنياك ولا باخرتك، بركه بمالك بركه بعمرك، اذا كان صله الرحم ما هي بامك وابوك فيها طول عمرك وينسى لك في اثرك، فما بالك بامك، والله ما تشوف خير وانت عاقهم. اما فضل الصدقه فتكلمنا فيه كثير، إذا كان اتقاء النار يكون بشق تمرة فما بالك بمساهمة في وقف مثل وقف الأم، يرعى أكثر من 2000 أسرة، لا شك إن فضلها عظيم. وأنا أدعو العالم أجمع اللي يسمعونا أنه يساهمون في وقف الأم، عسى الله يكتب لهم فيها نجاة من النار وطريق إلى الجنة. الله يجزاك خير. انتهت. شكرا لكم وشكرا لكم ايهم. دقيقه يا جماعه في كلمه بيقولها سلطان للزميله فيصل الحربي. والله بعد انك المفروض اني ما تعداك فيها. لا لا بعد ما المفروض انك عاد مو بنا عمده عاد خلاص كل شيء انا اشارككم بس يا شباب ولد ان شاء
عبد المجيد ولد ابو شامي اخو من طاعه الله تعال اجلس بقول لك يا الحين اسمع والله ما بتعدى فيها العمده المفروض انه هو بس الله يجزاك خير انك اقترحت لي هالفرصه